عايز أقدم تحية للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية. المجلس العربي الذي منح عدد من السيدات العربيات درع المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية، وبكل تواضع كانت منى الشاذلي واحدة منهم. يعني حصلت على درع المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية. بأشكر هذا المجلس، بشكر جامعة الدول العربية، بشكر جامعة الدول العربية برئاسة الدكتور أحمد أبو الغيط وكل المسؤولين ورؤساء الاتحادات والمجالس التابعة لجامعة الدول العربية. الحقيقة أنه كمان لازم أشكر كل سيدة وامرأة تساهم في الارتقاء بمجتمعها بالعمل المجتمعي أو بالعمل الفني أو بالعمل السياسي. أي امرأة تساهم بخطوة للأمام لمجتمعها لها مني ومن كل من يعرف قدرها تحية وسلام. شكرا جزيلا على ذلك. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.